اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رعب الاطفال. بس بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده؟ الله، ميني ميك. هنعمل مع بعض كب كيكس فظيعه. واو، دي لعبه صالحه للاطفال فوق السن 6 سنين. مكتوب هنا نو نيد تو بيك، مش محتاجين ان احنا نخبز حاجه، جاست ميكس تشوكليت اند بسكتس. وهنعمل بقى مع بعض التورته الصغنونه والكب كيكس الفظيعه اللي شكلها حلو قوي دي. بصوا بقى، انا البنوته واقفه ومستعده جدا ومتحمسه. يا ترى بقى هنعمل الكب كيكس والبسكتس ازاي؟ هنفتح بقى اللعبه من جوه ونشوف الخطوات، وكمان هنحطهم في العلبه بتاعتنا، وممكن بقى ان احنا نبيعهم او نعمل بيهم اي نشاطات مختلفه. بصوا هنا مكتوب اول حاجه اي ميلت شوكليت، نمبر 1 ميلت شوكليت، لازم نسيح الشوكولاته. تاني حاجه جرايند بسكتس، لازم احنا نكسر البسكوت. تالت حاجه ميكس شوكليت اند بسكتس، اوكي كراكس لو التكسير بتاع الشوكولاته. 4 فيلد اي سبوتس، نقعد نملاهم. بعد كده بقى ايه، نحط عليهم التوبينجز من فوق كده، نرتبهم كده، نحطهم في العلب بتاعتهم. الله، بص اصلا العلبه كمان شكلها جامد قوي. بص على شكل اصلا المخبز. اوكي، نفتح بقى العلبه كده ونطلع المحتويات بتاعتها. اوه، بص شكلهم جامد ازاي. الله، بصوا هنا بقى بنحط الشوكولاته مع البسكوت، بنكسرهم بقى هنا كده جوه، ونعمل بقى كب كيكس على شكل مدورين او شكل ورده او شكل قلب. وممكن بقى نقدمهم مع الكافي، هتبقى فكره حلوه جدا. نفطر بقى بيهم الصبح. وفي كمان بقى فراشه باترفلاي، وفي قطع جوه كتير قوي شكلها حلو جدا. وهنا بقى نحط الشوكولاته، تعالوا بقى نفتحها ونتفرج على الحاجات التانية اللي جوه. بصوا ده بقيت بقى اللعبه بتاعتي. في ده الطبق بقى اللي احنا بنكسر فيه البسكوت، وبنقعد بقى نقلبه. اوكي، وهنا بقى معانا المعلقه كمان نقلب بيها. اوكي، معانا الحاجه اللي بنكسر بيها، كل الادوات اللي بنستخدمها عشان نقدر ان احنا نطبخ كويس. ومعانا بقى كمان ستيكرز شكلها جامد قوي. الله، بصوا كب كيكس ميني تريت، مكتوب هنا كب كيكس وايت مي. الله، ولاف ميد باي لاف وميد فور يو، حاجات كده. وهنا بقى ده الايه، الميني كب كيكس. هنا بقى شرح بالتفصيل ازاي نقدر احنا نعمل الكب كيكس بالخطوات كلها عشان تكون سهله للاطفال ان هم يقدروا ان هم يخبزوا ويصنعوا من نفسهم الكب كيكس بتاعتهم. واو، بصوا اتفرجنا بقى. بصوا بقى ممكن نحط عليها التوبيك من فوق شكل باتر فلاي او شكل قلب. نعمل بقى مع بعض الشوكولاته، ونعمل مع بعض العلبه بتاعه الكب كيك نفسها عشان لو عايزين احنا نديها لهديه لحد من صحابنا او ان احنا نبيعها تكون فكرتها فعلا جميله قوي. نستارت اور اون بزنس، نحن نبني بقى البيزنس بتاعنا. بص هنا دوت اللي معانا برده عشان نقدر ان احنا نحطهم بالشكل ده. الله، بصوا هنا بقى في كمان حاجات اصل ولازم اللي انا بقول لكم عليها عشان تكون شكل 3 ادوار، نحط عليهم الكب كيكس وشكل الايه العلب اللي احنا بنحط فيها الايه كب كيكس بتاعتنا كده. اعتقد احنا طلعنا كل حاجه جوه اهو. بصوا ركبنا بقى العلب، وركبنا بصوا في بقى معانا 3 علب من 4 شكلهم جامد جدا. واحده عليها قلب الشوكليت والتانيه بوكسات تانيه. وبعد كده بقى هنعمل فيديو تاني نجرب بقى ان احنا نطبخ مع بعض الكب كيكس دي، وتقولي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيها. اتمنى تكون عجبتكم. بليز منسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.